ده قريب من اللي حصل معانا، لان اللي حصل معانا بالضبط ده اللي يجي في النوع الرابع اللي هو مال انفورميشن. المال انفورميشن التضليل تضليل. المعلوماتي ده في ايه بقى؟ ده بيجيب جزء من الحقيقه وينسج عليها كذبه اكبر علشان ينطلي على الناس بسهوله. احنا قلنا الديس انفورميشن او التزييف المعلوماتي ما بيستمرش لان سهل تكذيبه، انما هو عايز حاجه يصعب تكذيبها، فبيلجا لايه؟ للمال انفورميشن، التضليل المعلوماتي. ده اللي حصل مع حضرتك في الحلقه اللي فاتت. يجتزئ، يعزل عن السياق، يقدم للناس كلام مكذوب وجزء من الفيديو، وحضرتك بتسألي السؤال، فعمل تضليل معلومات، فيرسخ في ذهن الناس انه والله شفنا كام ثانية من الفيديو ده، فعلا سألت، ده فعلا بتدعو لكذا، رغم ان ده مش حقيقي. لانه وكمان مشكلة المال انفورميشن انه سهل انه ينطلي على الناس ويحمل قدر اكبر من الاستمرارية مقارنة بالتزييف المعلوماتي اللي هو سهل جدا تكذيبه وبتره الى الابد.